مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة زيارة الرئيس هادي إلى مأرب ودلالتها. الرئيس هادي في مأرب للمرة الأولى، تأتي هذه الزيارة بينما تقف مدفعية الشرعية وجيشها على مشارف العاصمة صنعاء، والأحداث تتسارع على وقع تصعيدي عسكري في مختلف الجبهات. كلمة الرئيس التي ألقاها أمام قيادة الجيش والمقاومة والسلطة المحلية في المحافظة، وإن جاءت لتعيد التأكيد على نفس المضامين السابقة لمعركة الشرعية ضد سلطة الميليشيا الإنقلابية، إلا أنها تضمنت عددا من الإشارات المهمة المتعلقة بمستجدات تلك المعركة. في كلمته أعاد الرئيس هادي التأكيد على أن المعركة ضد الإنقلابيين لن تتوقف إلا في جبال مران، وأن محاولات شرعنة الانقلاب ستفشل. وقال هادي إن حكومته لن تعود إلى مفاوضات الكويت إذا ما تراجعت الأمم المتحدة عن تنفيذ قرارها 22/16، وأصرت على استبداله بخارطة الحل التي قدمها المبعوث الأممي قبل أسابيع ورفضتها الحكومة. من مأرب، اختار الرئيس هادي إعادة التأكيد على أن المسار العسكري لا يزال قائما، وأن جهود التسويات لا تأتي إلا في إطار البحث عن كلفة أقل للحرب. ما علاقة زيارة الرئيس ونائبه بالتصعيد العسكري القائم؟ وما علاقتها أيضا بمعركة صنعاء التي تأجلت كثيرا كما يرى البعض؟ وهل تأتي هذه الزيارة لإعادة إحياء المسار العسكري وإزدال الستار على ما تبقى من جهود الحل السياسي؟ أما أنها ليست أكثر من زيارة عابرة كغيرها من الزيارات السابقة؟ هذه التساؤلات وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في حلقة اليوم لمناقشة دلالات زيارة الرئيس ونائبه إلى مأرب، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير فابقوا معنا. يا أهلنا في صنعاء، قريبا سنكون بين صفوفكم، قالها الرئيس هادي رسالة أم نداء، لا فرق، فالمضمون وصل ومن مكان قريب. هذه المرة الرئيس عبد رب منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر في مأرب، وقوات الشرعية تقترب شيئا فشيئا من العاصمة صنعاء. ربما كل ذلك دفع بالرئيس أن يبشر بالتحرير ويقول سنحتفل قريبا بعاصمتنا وكل المحافظات الباقية. سنحتفل قريبا بتحرير عاصمتنا صنعاء. أبرز ما حملته زيارة الرئيس هادي إلى محافظة مأرب التي وصل إليها قادما من مقر إقامته المؤقتة في الرياض، التبشير بالتحرير والتطهير كما قال من الفئة الباغية. تبدو فكرة الزيارة المفاجئة وحدها مجردة من أي معلومات إضافية عن بقاء الرئيس ونائبه في محافظة مأرب أو مغادرتها، وما عدا ذلك هو ما أورده هادي في كلمته أمام القيادات العسكرية حينما أكد أنهم لن يعطوا الإنقلابيين ما يريدون، وأضاف أنهم يخوضون صراعات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب توجههم نحو تشكيل حكومة ثلاثية. بينما كشف هادي عما دار بينهم والأمم المتحدة أنهم إذا أصدروا أي بيان بشأن الحل السياسي فإننا لن نذهب للمشاورات مجددا. يحضر الملف السياسي إذن بالتوازي مع الملف العسكري كأبرز الملفات أمام هادي، لكن أهمها جانب التحديات العسكرية التي تسببت بتبعات منذ تحقيق الانقلاب في مارس العام قبل الماضي وإسقاط صنعاء في قبضة المتمردين الحوثيين. تزامنت عودة الرئيس ونائبه إلى مأرب مع ارتفاع وتيرة القتال على أكثر من جبهة بين الميليشيا والجيش الوطني والمقاومة في عدد من المحافظات كتعز ونهم في صنعاء والبيضاء وشبوة، في تصعيد لميليشيا الحوثي بعد تعثر في الجهود الدولية للملف السياسي الذي أخفق في إيجاد الحلول في مشاورات الكويت. مأرب التي تستقبل هادي كانت من أولى المحافظات تحررا من الميليشيا بعد الضالع ولحج وعدن، وهذه الأخيرة عاد إليها الرئيس مرتين متتاليتين في غضون أشهر، لكن زيارته الثالثة بعد عدن في جنوب البلاد إلى شمالها في مأرب، حيث تأخذ هذه الزيارة رمزيتها كأول محافظة في شمال البلاد تستقبل الرئيس ونائبه منذ إسقاط العاصمة في قبضة الإنقلابيين الذين يتمركزون في نطاق جغرافي غالب في شمال الشمال.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ حلقتنا من مأرب مع أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد صالح العامري. مرحبا بك سيادة العميد. أهلا بك سيادة العميد. في البدء، أنتم في الجيش الوطني، ما الذي حملته لكم هذه الزيارة؟ طبعا بالنسبة لزيارة الأخ الرئيس ونائبه إلى عاصمة إقليم سبا مأرب، هي زيارة أولا يعني تعتبر زيارة عادية لأي محافظة تم تحريرها من الانقلابيين. نعم. وأيضا يعني بالنسبة لنا احنا تعتبر يعني معنويا من قاتلين من جبهة الانقلاب، ما شعروا بالقيادة العليا توصل إلى أقرب نقاط لهم، هذا شيء يعني جيد وشيء مفرح لهم ويزيدهم معنويا. نعم. سيادة العميد، وصول الرئيس هادي ونائبه إلى مأرب سبقه دخول عدد عسكري كبير من التحالف العربي إلى المحافظة، محافظة مأرب، فيما تصاعدت أحاديث الحسم العسكري، هل يمكن لنا القول أن هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار، إطار الحسم العسكري؟ بالنسبة للحسم العسكري طبعا الجيش الوطني والمقاومة مستمرين في المعارك وما تعرفوا في جبهات نهم سلواح مأرب باتجاه عدة محاور باتجاه صنعاء من قبل الزيارة وأيضا مستمرين بعدها. بالنسبة للحسم العسكري هو الخيار الوحيد يعني سابقا والآن وفي المستقبل، لأن الإنقلابيين ما لش معهم مشروع وطني على أساس يتم التحاور معهم والتفاوض معهم والوصول إلى هم انقلبوا على شرعية، على دولة، على مؤسسات، على حوار وطني، على كل شيء. نعم. إذن سيادة العميد، ما هي الخطوات؟ هو الحسم العسكري سواء كان عاجل أم آجل. إذن ما هي الخطوات أو الإجراءات التي ناقشتموها أو اتخذتموها بهذا الخصوص؟ بالنسبة لهذا الخصوص الخطط هي مسبقة مستمرة وستستمر على ما وضع لها من خطط مسبقا، وإن شاء الله أن يكون الحسم كما قال الله حضيف والاحتفال في صنعاء قريب بإذن الله. يعني سيادة العميد، هل نستطيع القول أن قرار الحسم العسكري اتخذ، هل اتخذتم القرار وموعد ذلك أم أنه مجرد حديث لمعرفة ردة الفعل من كافة الجهات سواء دوليا أو محليا؟ بالنسبة لنا كقادة ميدانيين في الميدان العسكريين الحسم العسكري هو خيارنا الوحيد. بالنسبة للمفاوضات احنا ما نعلق عليها أمل أبدا. نعم. فخيارنا هو الحسم العسكري وبإذن الله أن يكون قريب بإذن الله. نعم. إذن بغض النظر عن الزيارة وما تم النقاش فيها، هل التقيتم بالرئيس مباشرة؟ هل التقى بالقيادات العسكرية وتم مناقشة ذلك؟ نعم نعم نعم، التقى بالقيادات العسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب وناقش الأشياء والجوانب الذي تستدعي النقاش في ذلك. نعم. إذن العميد صالح العامري، أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة، كنت معي من مأرب، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الرياض وصحفي مختار الرحبي. مرحبا بك سيد مختار، وماذا تعني هذه الزيارة وفي هذا التوقيت؟ نعم، طبعا الزيارة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل التي بعث بها فخامة رئيس الجمهورية للداخل والخارج. أهم هذه الرسالة هي لأبناء الشعب اليمني أن القيادة وكذلك الحكومة اليمنية هي قريبة من الشعب، قريبة من معاناته، وحتى وإن تواجدوا خارج اليمن ولكن هم تحرير اليمن وهم أن يظلوا بجانب أبناء الشعب اليمني حاضر وبقوة. رئيس الجمهورية اليوم حين وصل إلى مأرب بعث برسائل، أهم هذه الرسائل أنه لا يمكن أن يتنازلوا عن القضية الوطنية المتمثلة بإنهاء الانقلاب والوقوف ضد الميليشيات الانقلابية،
وأكد بصريح العبارة أنه لا يمكن القبول بأي حوار إذا تم إعلان خارطة الطريق التي أعلن عنها والد الشيخ، وهي تشكيل حكومة ائتلاف وطني أو وحدة وطنية قبل أن يتم إنهاء الانقلاب، وكذلك سحب الميليشيات الانقلابية من كافة المناطق والمحافظات والوزارات، وسحب أسلحة الميليشيات الانقلابية، وإنهاء كافة مظاهر الانقلاب منذ 21 سبتمبر وحتى الآن. بالتالي هذه رسائل بعث بها بقوة للداخل والخارج للأمم المتحدة، وكذلك بعث برسائل قوية للتحالف الوطني للتحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن، أن القيادة اليمنية وكذلك الجيش اليمني والشعب اليمني كلهم وراء القيادة اليمنية لتحرير اليمن من الميليشيات الانقلابية. وأكد أيضا أن اليمن لن تكون فارسية ولن تكون تابعة لإيران، ولا المشروع الإيراني الذي فشل في إيران ناهيك عن نقله إلى الدول العربية الأخرى. نعم سيد مختار، أنت أشرت في حديثك إلى تلميح الرئيس في كلمته إلى دور الأمم المتحدة في محاولة شرعنة الانقلاب تزامنا مع تأجيل عودة مشاورات الكويت، إلى ماذا يشير هذا الموضوع بالضبط؟ هذا يشير إلى أن موقف الحكومة هو موقف جديد أعلن عنه رئيس الجمهورية، وقبل ذلك أعلن عنه وزير الخارجية، أن الحكومة اليمنية لا يمكن لها أن تقبل وأن يعني أن تكون ضمن مشروع الأمم المتحدة لشرعنة الانقلاب. هناك خطة واضحة من الأمم المتحدة لشرعنة الانقلاب. نحن نتحدث أنه مشكلة اليمنيين ليست بالحكومة الوحدة الوطنية، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانقلاب وكذلك بعد الانقلاب بعد دخول الميليشيات إلى صنعاء، وتم الاتفاق على هذه الحكومة، ولكن انقلبت على الحكومة وانقلبت على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، حتى اتفاقية السلم والشراكة التي منحتهم 50% من الحكومة ومن الدولة، لكنهم انقلبوا على ذلك. الآن يريدون أو بالأصح تريد الأمم المتحدة شرعنة الانقلاب من خلال تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية، وهذه خيانة لدماء الشهداء، هذه خيانة للدولة، خيانة للجمهورية أن يتم شرعنة الانقلاب ويتم منح الميليشيات الانقلابية بصورتها الموجودة وهي تحمل السلاح، وهي ما تزال موجودة في المناطق، ما تزال موجودة في المحافظات، ما تزال حتى هذه اللحظة تنهب مقدرات الشعب اليمني، ويتم منحها الشرعية ويتم منحها حكومة وحدة وطنية. سيد مختار، إذن تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي. مرحبا بك سيد جمال. أهلا وسهلا سيد جمال. زيارة الرئيس هادي ونائبه لمأرب أعادت توجيه الأنظار وبقوة نحو الحديث عن عمل عسكري مرتقب لاستعادة صنعاء، هل يمكن القول أن قرارا كهذا قد تم اتخاذه من قبل التحالف العربي؟ أنا أميل إلى أن هذا الاختيار هو الذي سيتغلب في النهاية، وأن هذه الزيارة هو استعدادا لهذا الاختيار الصعب. هذه الزيارة لا شك أنها انعكست إيجابا في الشارع اليمني، وحسمت وقطعت قول كل متشكك، لأنه سادت في الفترة الماضية بعض التشككات نتيجة إطالة مفاوضات الكويت والشعور بأن تراجع الحسم بالقوة، ولكن هذه الزيارة خصوصا أنه اصطحب معه نائبه اللواء علي محسن ما يشير إلى وجود عزيمة واضحة لدى الرئيس، لدى القيادة اليمنية، ومن خلفهم التحالف والمملكة العربية السعودية، لأن الخيار العسكري لا يزال قائما وبقوة. نعم سيد جمال، قبل أيام كان وزير الدفاع السعودي في زيارة لواشنطن، هل تعتقد أن هذه الزيارة وعودة الحديث عن تحرير صنعاء يأتيا عقب تفاهمات بين المملكة والولايات المتحدة التي كانت تضغط لمنع التحرك نحو عمل عسكري وحسم عسكري في موضوع اليمن؟ ليس سرا أن هناك ضغوط على المملكة من قبل المجتمع الدولي، من قبل الولايات المتحدة، للوصول إلى حل وتفاهم سلمي. فالمملكة استنفذت كل الجهود الممكنة لكي تؤكد للعالم بأن الحوثيين من الصعب التفاهم معهم، من الصعب التوصل إلى شراكة معهم. إذا ظل هذا غائبا عن أنظار المجتمع الدولي والأمم المتحدة فهذا شيء مزعج ويشي بنوايا سيئة. السفير الأمريكي كان حاضرا في أروقة مفاوضات الكويت، والأبد أنه أطلع حكومتي على ما جرى، ف
فالأمريكان لا يمكن أن يكونوا غائبين أو لا يعرفون بمواقف الحوثيين، فبالتالي يستطيعوا أن يتفهموا الموقف السعودي. مشتريات الأسلحة السعودية من واشنطن لا تزال تمضي على قدم وساق، ولم تتأثر بكل الحملات التي حاول البعض أن يؤثر بها على القرار السعودي. فالأمور ليست صعبة، ولكن تحتاج إلى قدر من السياسة والمداينة. نعم. ولكن الحزم والعزم ما زال موجودين. نعم. إذن سيد جمال، دعني أن أنقل لك وجه آخر من التعليقات التي كانت في الشارع اليمني اليوم على هذه الزيارة. هنالك من قال أن الزيارة أتت بأمر سعودي في محاولة لإرسال رسالة للأمم المتحدة، ووصفوها بالضعيفة، وأن من المفترض أن تكون منتعز هذه الرسالة بمساعدة المقاومة على فك الحصار ومدهم بالسلاح الذي يحتاجون له لفك الحصار عن تعز. ما هو تعليقك؟ هذا الطلب قديم جدا، ولا بد ان يعني يسعى الجميع اليه. انا لاحظت ايضا تصريح الرئيس عندما قال عندما وعد برفع العلم اليمني على جبال مران المطله على صنعاء. فعليه ان يحقق هذا الوعد. جيشه جاهز مستعد، في مأرب قوات كافية، فننتظر ونرى. ولابد أنه لم يلقي هذا الوعد من فراغ، ألقاه عن علم وعن معرفة وعن استعداد. نعم. إذن سيد جمال، في ذات الوقت الذي كان فيه الرئيس ونائبه في مأرب، كانت الرياض تستقبل متحدث ميليشيا الحوثي، كيف يمكن لنا فهم الأمر؟ يعني مرة أخرى الرياض تستنفد كل الإمكانيات، كل الاحتمالات، الأبواب مفتوحة، إذا شعر الحوثيين بالضغط ربما يستجيبوا. فدوما في الحرب حتى الأقوياء يحملون بأيديهم السلم والحرب معا، فإذا لم ينفع السلم يذهب الجميع إلى الحرب. نعم. إذا ما تحدثنا عن مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس برعاية السعودية بالأمس، وهذه اليوم يتحدث عن التهديد الإيراني في المنطقة، هل نستطيع القول أن السعودية قررت نقل المعركة إلى داخل إيران؟ أنا أعتقد أننا نحمل مشاركة الأمير تركي الفيصل أكثر مما تحتمل. المؤتمر لم يعقد برعاية سعودية، وإنما فقط بحضور الأمير التركي ضمن آخرين من السياسيين الدوليين. لكن المملكة صعبت أو حتمت أمرها في المواجهة من إيران قبل هذا المؤتمر. نعم. فنحن في حالة مواجهة مع إيران حقيقة. نعم. حتى وإن لم تشتبك، ونرجو أن لا تشتبك السعودية وإيران في معارك ونحوها، ولكن المواجهة حاصلة في اليمن، المواجهة حاصلة في سوريا. فكل من يعني يتحدث عن تصعيد، لم يبقى لا قدر الله شيئا بيننا وبين الإيرانيين إلا ساحات الوغى والحروب، وهذا لا أحد يتمناه. لكن المواجهة حاصلة، وحضور الأمير التركي هو تعبير عن هذه المواجهة. نعم. إذن سيد جمال خاشقجي، الكاتب والصحفي السعودي المعروف، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى الصحفي مختار الرحبي. سيد مختار، يرى البعض أن هذه الزيارة ليست أكثر من عامل ضغط على فريق الإنقلابيين، بينما يحتاج المسار العسكري إلى الكثير من الفعل على الأرض، وخصوصا دعم المقاومة على الأرض في أكثر من جبهة غير جبهة صنعاء، هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم. أولا بالنسبة للزيارة، أعتقد أن الزيارة هي لها جانب معنوي، وكذلك الرسائل يرسلها للداخل والخارج أكثر من الجانب العسكري، لأن الجانب العسكري هو بالفعل يحتاج إلى دعم مباشر، يحتاج أيضا إلى تعزيزات تصل إلى كافة الجبهات، سواء جبهة صنعاء التي من المهم جدا أن يتم دعمها، ويتم أيضا إسنادها بمعدات عسكرية وبقوات جديدة لتتمكن من كسر الحزام القبلي الذي يحيط بالعاصمة صنعاء، لأن صنعاء نعرف جميعا أن صنعاء هي محيطها القبلي، فإذا سقط المحيط القبلي سقطت صنعاء
بدون اي خسائر وبدون اي مواجهه ممكن ان تحدث. بالتالي دعم المواجهات ودعم الجبهه العسكريه مهم جدا. ايضا المسار الاخر وهو المسار السياسي مهم جدا لتوجيه الرسائل للداخل والخارج. بالنسبه للمشاورات او الذهاب للمشاورات هو طبعا في طبيعه الحال لدينا مسارين، مسار سياسي متمثل بمشاورات تحت رعايه الامم المتحده، ومسار اخر عسكري ايضا لتنفيذ القرار الدولي 2216. فايما المسارين يعني لم يتم التوصل اليه سواء المسار السياسي فيتم الانتقال مباشره الى المسار العسكري الذي انا اعتقد انه لا يمكن ان ينجح المسار السياسي مع ميليشيات مسلحه، ميليشيات جاءت ايضا جاءت من 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 من, من رحم السلاح ومن رحم يعني العمل المسلح. بالتالي هذه الجماعات لا تؤمن لا بالعمليه السياسيه ولا بالمشاورات ولا بالامم المتحده، ولا يمكن لها ان تتعامل بايجابيه مع الامم المتحده ومع طريق المشاورات السياسيه. هذه جماعات عرفناها منذ 2004 وهي جماعات مسلحه متمرده، عصابات مسلحه، قطاع طرق نعرفهم. قاتلوا الدوله 6 حروب، سقط على اثر هذه الحروب 60,000 شهيد من ابناء القوات المسلحه. بالتالي الان الحديث عن مشاورات او الحوار مع هذه الميليشيات اعتقد انه سيكون خيانه للشهداء الذين سقطوا في الحروب السابقه، وخيانه ايضا للشهداء الذين يسقطون تباعا في الجبهات سواء في الشمال او في الجنوب او في الوسط في مارب في الجو. اذا سيد مختار، ما الجديد في هذه الزياره التي انتهت قبل معرفه فحواها؟ ما الجديد في هذه الزياره اذا كانت انتهت قبل معرفه فحواها؟ سيدتي العزيزة، بالنسبة للزيارة هي أول زيارة يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية وكذلك نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر. بالتالي هذه أول زيارة، نحن نتفائل ونحن نأمل أن يستمر أحد المسؤولين الكبار سواء رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية في مارب، لأن تواجدهم خارج الدولة أو خارج اليمن يضعف من المقاومة ويضعف من المقاومين ويضعف من الجيش الوطني. بالتالي نحن نتحدث ونصرخ أنه لا بد أن يظل أحد المسؤولين الكبار سواء رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أن يظلوا في مارب لقيادة العملية العسكرية. لدينا رئيس جمهورية شخصية عسكرية فذة، لدينا نائب رئيس الجمهورية أيضا. سيد مختار، أنت تتمنى بقاء أحدهم والأنباء تتحدث عن مغادرة الوفد لمأرب، السؤال هنا ما الذي يمنع بقائهم في المحافظة إن كانت مأرب هي أكثر المناطق المحررة أمنا ويستطيع البقاء فيها؟ إذن ما الذي يمنع؟ لا هي ليست أكثر المناطق أمنا. أنا كنت في مأرب قبل شهر رمضان المبارك وكانت الصواريخ وكانت القذائف تأتي من جبال هيلان وصرواح. بالتالي لو تم تحرير منطقة صرواح وكذلك جبال هيلان أعتقد أنه لن يكون هناك أخطار على القصر الجمهوري أو على مأرب بشكل عام. لكن حتى هذه اللحظة ما تزال هذه المنطقتين هي مناطق إزعاج وكذلك مناطق تهديد أمني مباشرة. كنا في القصر الجمهوري والقذائف والصواريخ تتوالى علينا في القصر الجمهوري. بالتالي لو تم تأمين هذه المناطق جبال هيلان المطلة على مأرب وكذلك مناطق صرواح فأعتقد أنه من الضروري بل من الواجب على نائب رئيس الجمهورية أن ينتقل إلى مأرب وكذلك أن يقود معركة تحرير العاصمة صنعاء وكذلك تحرير ما تبقى من محافظة الجوف والانتقال إلى حرب سفيان وعمران ومن ثم إلى محافظة طعدة. نعم سيد مختار، ما إذا عدنا إلى ما تضمنه خطاب هادي اليوم في مأرب وحديثه عن تعرضه لضغوط من قبل الأمم المتحدة، لماذا أتى من مأرب ولم يأتي من الرياض؟ بالنسبة لحديث رئيس الجمهورية عن الضغوط، بالفعل هناك ضغوط تمارس على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة، ونحن يعني خلال الفترة الماضية نرى أن المبعوث الدولي، وأنا كنت متواجد في الكويت، نرى أن المبعوث الدولي يتحامل كثيرا على الحكومة ويضغط كثيرا على الحكومة، بينما الطرف الآخر الذي رفض الهدنة واخترق الهدنة والذي تأخر عن الحضور في الوقت المحدد وكذلك رفض المرجعيات، رفض الإطار العام، رفض جدول الأعمال، رفض أن يوقع على أي اتفاقية من الاتفاقيات التي تم، حتى الإعلان الذي أعلنه ولد الشيخ عن إطلاق سراح 50% قبل شهر رمضان المبارك ذهبت أدراج الرياح. بالتالي الضغوطات دائما ما تأتي على الحكومة وعلى الشرعية لأنها حكومة تتعامل مع المحيط الإقليمي، تتعامل مع المجتمع الدولي، تحترم الأمم المتحدة، بعكس الميليشيات الإنقلابية عبارة عن مجموعات وعصابات لا يتعاملون بدبلوماسية ولا يتعاملون بإيجابية مع المجتمع الدولي ومع الإقليم. ولولا أنهم تعرضوا للإيذاء وتعرضوا لخسائر من المملكة العربية السعودية ما وجدنا محمد عبد السلام يأتي ويتواجد في الرياض ويوقع وهو صاغر في ظهران الجنوب وكذلك يقوم
بإزالة الألغام التي زرعوها في المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية. بالتالي هذه الجماعة لا تتعرض للضغوطات، إنما يتعرض رئيس الجمهورية وتتعرض الحكومة لضغوطات شديدة لتشكيل الحكومة. وأنا أعتقد أنه في حال أنه عادت المشاورات إلى الكويت لن يكون هناك ضغوطات على أي قضية من القضايا إلا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية معناها شرعنة الانقلاب، معناها إنهاء للتحالف العربي، معناها أننا رضينا بأن يبقى أبو محمد الحوثي وكذلك أبو علي الحاكم وكل القتلة والمجرمين الذين يتواجدون في طول اليمن وعرضها سيبقون في أماكنهم. وما الذي ستغيره هذه الزيارة؟ وما الذي ستغيره هذه الزيارة الخاطفة على كل ما ذكرته؟ لا أنا لا أتحدث عن الزيارة، أتحدث عن موقف. إذا تم إعلان الموقف من قبل الدولة فهذا الموقف هو الذي سينعكس على الأمم المتحدة وعلى موقف الأمم المتحدة. وهل يتمثل هذا الموقف في زيارة هذه اليوم لمأرب؟ نعم، هل يتمثل هذا الموقف الذي تتحدث عنه في زيارة هذه اليوم إلى مأرب؟ نعم، الموقف الذي تحدث به رئيس الجمهورية اليوم من مأرب هو هذا الموقف الذي ينتظره الجميع، والأمم المتحدة ستتعامل بإيجابية مع هذا الموقف ولن تضغط على الحكومة بأن تقبل بتشكيل الحكومة الوحدة الوطنية. نعم. إذن هل يعني ذلك انتهاء خيار الحل السياسي؟ لم ينتهي الخيار السياسي، الخيار السياسي مطروح ولكن ليس عبر خارطة الطريق التي تقدم بها ولد الشيخ، وكذلك ليست عبر خارطة الطريق التي تقدم بها وفد الحوثيين وعلي عبد الله صالح، ولكن عبر تنفيذ القرار الدولي 22/16. نعم، إذن صحفي مختار الرحبي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من مأرب العميد صالح العامري أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة، وكان معي من الرياض الصحفي مختار الرحبي، وكان معي من السعودية الكاتب السعودي جمال خاشقجي. وهي لكم التحايا من زميلي من الإعداد كمال حيدرة، وهي لكم مني أنا أمل علي. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.